معكم في جيمينج روم نحكيو على لا كانون اي كاميرا كانون اي او اس ام 200 معها لوبجيكتيف انترشانجابل. دونك عندك الحريه باش تختار لوبجيكتيف اللي يساعدك تصور 4K ليكتور اتش دي ار وسورتي اتش دي ام اي وسورتو اللي مخدومه المره هذيا على ستريمينج ولا للبلاتفورم اخرين. دونك الكاميرا هذيا عملتها كانون بالذات للعباد اللي تستريمي معناتها كو سوا دي جو فيديو ولا دي فيديو نتاع رياكسيون ولا اي حاجه اليسين فوالا. دونك باغونت باش ناخذ راي بروفيسيونيل اللي هو انت سؤال الأكثرية تنجم تجاوبني عليه. أن انفستيسمون في كاميرا اسكو حاجة أوبليغاتوار ولا أوبسيونيل؟ أوبسيونيل على الآخر. باه علاش؟ علاش؟ على خاطر توا التليفونات اللي متحسنوا اللي تنجم تصور كاليتي باهية. نحكي معاك صون زادة كاميرا الصون بتاع الكاميرا خايب دو توت فاسون. أوكي. توا كان لاحظت توا لي براند نتاع الصوت وكل شيء خلقوا لي مايك وكل شيء خلقوا دي مايك سبيسيال للايفون. تبدا انت شاد الايفون هكا تعمل معناتها جوك باهي هذا وبامور حاجة هذوما تنجم تصور. فما توا فون فيلم فيستيفال معناتها تليفونك تلمو يصور بالبيت تنجم تخلق به فيلم. فما تنجم تصور به 30 فريم بار سكوند 60 فريم بار سكوند 120 فريم بار سكوند ومثلا كل ما تقوي كل ما هي تطيح مش الكاليتي الفورما معناتها اللي هي من 1920 من مثلا تنجم تصور 4K تنجم تصور 30 ايماج كي تولي 60 تولي تصور فول اتش دي جوك باهي على الاخر معناتها مزاد ما تحتش معناتها برشا حاجات محلية على الاخر تنجم تعملهم بالتليفون. دونك اوبسيونيل اذا كنت كريتور اوفيسيال از فيلم ميكر سا ديبون. ما منحبش انا نقول اسم مي فما فيلم تخدم على بلاتفورم معينه تصور كامل بالتليفون اي طياره بس وخرج طياره بالحق كانت كاليتي اوبتيمال وهذيك كانت البروموسيون نتاعهم هما ديجا باش يلانسيو التليفون نتاعهم مانيش نسمي الماركه شنيا مي انت زاد حاولت تشد روحك من غير ما تسمي الماركه مي المره هذيا معناتها كي قلت انت فوالا معناتها اسكو معناتها اللي هي حاجه اوبسيونيل معناتها عبد ينجم يبدا حتى يصور بالتليفون كان حاب يعمل كرياسيون دو كونتوني حاجات مثلا على تيك توك ودي توا حتى دي كرياتور دو كونتوني ضاربين على الاخر توا يستعملوا تليفوناتهم فوالا هاي التو انا بدي الحقيقه نشوف دي فيديو نتاعك انت وين مازلت تستعمل في التليفون دونك وتحس الكاليتي باهيه جوها باهي فوالا كيما قلت انت حاجه اوبسيونيل هكاك انا جاوبنا على برشا حاجات معناتها مش لازم تكون حاجه نيسيسير ولا اوبليغاتوار. في هاو تو بلاي المره هذيا باش تكون سوربريز انا بدي اول مره باش نجربها. المره هذيا جات الفرصه باش نجربها معاك باش نتعب شويه جوست اماني في الخدمه خاطر هي باش تتبعني كي نقول لها حاجه ديريكتومون نتعداو الهاو تو بلاي.